أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح الاثنين أمرا بتكليف وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتشكيل حكومة في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متلاحقة، وستكون حكومة الشيخ أحمد عبد الله الثانية منذ تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم في كانون الأول ديسمبر الماضي. وسط أزمات سياسية متلاحقة بالدولة الخليجية الثرية، كلف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الاثنين وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتشكيل حكومة، ويأتي ذلك في عقاب استقالة الحكومة السابقة غدارت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من نيسان أبريل الحالي، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني، صدر يوم الاثنين أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير قد لا يكون عسكريا بل ربما يكون هجوما إلكترونيا. وناقشت حكومة الحرب الإسرائيلية الاثنين كيفية الرد على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران بشكل يضمن عدم إثارة غضب الحلفاء الدوليين أو إهدار فرصة لبناء تحالف دول استراتيجي ضد طهران. وحسب واشنطن بوست التي نقلت عن مسؤول مطلع عن النقاشات رفيعة المستوى، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي تقديم خيارات الأهداف التي يمكن ضربها في إيران. وقال المسؤول إن إسرائيل تبحث خيارات من شأنها أن تبعث رسالة لكنها لا تسبب في وقوع عصابات، وتشمل هذه الخيارات ضربة محتملة على منشآت في طهران وهجوما إلكترونيا. وفقا للمسؤول الذي تحدث جريد عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، وكان قادة إسرائيل تعهدوا بالرد على هجوم إيران غير المسبوق ليلة السبت.